كابتن ايمن، مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره بالكامل برئاسه كابتن محمود الخطيب، مبروك للاعبين. طبعا فرحه كبيره جدا لمصر كلها، فرحه لجماهير النادي الاهلي. دايما كده النادي الاهلي بيفرح الكل. قبل بس ما اخش في التحليل، انا بس في حاجه مهمه جدا كنت عاوز اقولها كابتن ايمن، وهو كابتن اسامه حسني، كابتن علاوه، كنت قاعد في الكنترول، وكانت النتيجه كانت هدف مقابل لا شيء لنادي الوداد. كابتن اسامه دخل وقال كلمه جميله جدا، ربنا كريم ان شاء الله هنجيب هدف التعادل. انا بتكلم بامانه فعلا. وبعديها الكابتن انا ملاحظ ان انت كل استوديو بقيت ايه بره الكابتن. لا بس هو اقول لك على حاجه يا بلال، اقول لك على حاجه سبحان الله. طبيعي اسامه يقول بس اقول لك على حاجه، هو اسامه في الحقيقه طبعا اسامه خلي بالك، مش مجامله لاسامه، هو اسامه كلكم طبعا وشكم حلو على الاهلي، ولكن اسامه بتحس كده ان هو يعني في حاجه كده روحانيه ربنا بيديها له. يعني كفره روحانيه. لا انا قلت كلكم اسامه ما شاء الله، يعني ما انت قلت كلنا ما شاء الله بعدين، بس اسامه في روحانيه كده هو بيجي يقول في قعود عندنا مش هينفع، يعني يا كلنا يا بلاش، يبقى كلكم يا كابتن. أيوة يعني. ولا حد يزعل، ولا حد يزعل. ادخل للكابتن اهم حاجه اسامه عبد الصمد، النادي الاهلي النهارده اسامه عبد الصمد، ده عبد الصمد. ادخل للكابتن ناصر المره الجايه وقعد في مش كل ماتش. قلت لي ما تقلقش. كابتن اسامه كابتن اسامه الحقيقه طبعا كل مره يقول لي ما تقلقش يا كابتن ناصر، الامور هتمشي كويس. مبروك لك كابتن، مبروك للاستوديو التحليلي، مبروك لكل اللي موجودين في قناه الاهلي. النهارده كابتن ايمن فرحه كبيره جدا للناس اللي بره. بشكر طبعا كتيبه العمل اللي بره كابتن بلال، بامانه عملوا شغل عالي جدا جدا. يعني مش عايز اقول لك الموقف، انا شفته فرحه فعلا، فرحه حقيقيه. كابتن ايمن، الحكم مملك، وانا كما توقعت يا بلال، يمكن انا قلت عشان تقيم الحكم لابد انك انت تقيمه في هذه المباراه. اي حد طلع قال كلام قبل المباراه كابتن علاء، في اللي طلع قال لك حكم امين، وانا بستغرب هو قال حكم امين، المفترض ان كل الحكام يبقوا امناء، ولكن انا كان نفسي اللي يطلع يقول حكم كان لابد ان يكون يتكلم على الشخصيه التحكيميه دي، اهم حاجه في الحكم يا بلال. انا توقعت ان الحكم هيكون اداؤه كده، وقلت يا كابتن بلال مباراة صعبة. وليه صعبة؟ وهقول لك ليه صعبة. أولا نتيجة المباراة الأولى 2-1، ثانيا الجماهير هناك كابتن أسامة، الجماهير هناك لابد إن هي هتعمل ضغط كبير جدا. بنتكلم على بطولة، الوداد عاوز ياخد البطولة، إن الأهلي عاوز ياخد البطولة، بكل المقاييس هي بطولة ومباراة صعبة جدا بدرجة صعوبتها، وكان يجب أن يكون الحكم على مستوى الأداء. مش هتكلم كتير، ولكن النهاردة بنتكلم على تاريخ حكم كابتن بلال. كان النهاردة عنده إمكانية يا كابتن اسامه يسطر تاريخ. النهارده خلاص فاضل لك سنه او سنتين، كان النهارده كان المفروض تسطر تاريخ ليه. هو ما طلعش معاش يا كابتن؟ لا ده النهارده الكابتن ده اتعامل معاه عقد احتراف يا كابتن بلال. او كان هيسوي معاشه بالبلد يعني. لا ده اتعامل معاه عقد احتراف لحد 24. بجد؟ عقد احتراف بيتقاضى مبلغ. يعني انت النهارده كان عندك فرصه عمرك تسطر تاريخ الكابتن اسامه بهذه المباراه. لو انت كان ادائك اداء كويس، شخصيتك كانت شخصيه كويسه، ولكن للاسف الشديد انت رجعت التحكيم الافريقي 10 سنين ورا. عندنا حالات يا كابتن اسامه، لو احنا عندنا وقت النهارده هنجيبها، حالات فظيعه جدا جدا، وقلنا شخصيه مش موجوده، شخصيه ضعيفه، ولكن النادي الاهلي النهارده رغم انف الحكم خد البطوله ال 11 يا كابتن. خلينا نروح للحاله، وانا هديك يعني هقول لك الكلام بالصوره اللي جت. نشوف يا كابتن. هنا هذه الحاله معلول حتى كل استغرب. كابتن هنا اللي حصل، لو انا معانا ماتيريال هنا، معلول نجح في لعب الكوره، والنجم هنا عامل يا كابتن، هو حط رجليه على الفاضي، خبط يعني داخل برجليه اليمنى هنا في رجل معلول، سقط. مين اللي ادى المخالفه يا كابتن؟ حكم ما اداش المخالفه. اللي ادى المخالفه هو الحكم المساعد. الله ينزل. اللي خلى الحكم صفر. دي مخالفه، هدف اللي جه منه هدف في الولاد، مخالفه مش موجوده، كان لو في خطا كان هيبقى خطا على لاعب الوداد، وانا بتكلم بامانه، ولكن نتيجه ان المعيار مش موجود والثقه مش موجوده والحكم المساعد والحكم ما فيش ثقه بينهم، هدف من مخالفه مش موجوده على علي معلول. دي حاجه. الحاله الثانيه نشوفها، ودي حاجه مستغربه جدا كابتن. هنا هوريك ان هذا الحكم لعب بالمباراه مش قدرها. كابتن علاء فوق معاه شويه، مهمة جدا انك انت بتحب التحكيم. كابتن علاء هوريك موقف غريب جدا. بيصلي القيام دلوقتي. ده غريب. متوضع عشان الفجر. علاء سؤال، وانت لاعب بتلعب في نص الملعب، هذا اللاعب هنا سقط لوحده.
صح بتاع الوداد. هوريك نيه الحكم هو هنا فين يا كابتن، هنا بيعمل ايه؟ ايوه ايوه صح، بيتابع اللعب، ساب اللعب مره واحده وراح للكير. متخيل يا كابتن اسامه؟ يعني انت خلاص انت تركت ده، لو انت عندك نيه انك انت تصفر تصفر هنا، صفر هنا. تعال اشوف الصوره اللي بعد كده، تعال هوريك الحسابات. لما جينا هنا او قربنا هجوم واعد، هدف ممكن يجي ولا ما يجيش؟ ممكن طبعا. تخيل راح مصفر وسبرنت حتى اللعيبه، مش لعب اللعيبه، وراح راجع على اللاعب اللي هو وقع. هل هذا معقول؟ خلي بالك هوريك النيه. نفس اللعبه مع ديانج لما كانت النتيجه 1-1 سابه واقع. تعال نجيب ديانج كده هنا اهو كابتن، انا ما اجيبش كلام من عندي، انا عندي اللقطه هنا بتقول لي ديانج هنا، نشوف هو راح فين. جه هنا بيقول له ايه؟ قوم. بيقول له قوم. هنا احنا اتكلمنا على معيار، هل هذا معقول؟ معيار هنا مختلف، هنا بيوقف اللعب وهنا بيقول لديانج العب. دي تبين لك قد ايه هو لعب. وزي ما قلنا التحكيم مش ركله جزاء يا كابتن بلال ولا تسلل ولا كابتن حاجه كابتن اسامه، التحكيم في حاجات كتيره جدا جدا الحكم ممكن يفعلها. هنا انت سايب يعني ده تشابك، انت هنا بتمسك اللاعب وده مش من حقك تمسك اللاعب خالص كابتن اسامه، انت مش من حقك تمسك اللاعب. انت لما بتلاقي الكلام ده في التشابك حتى بيقولوا لنا حاجه واحده بس، حضرتك تبعد خالص وتفضل تشاهد عشان تشوف مين المخطئ. انما انت لما تيجي هنا شايف اللي في ظهرك، ما شفتش اللي حصل هنا. هنا في ازمه. انت هنا المفترض انت كحكم عندك خبرات، خد خطوتين يا كابتن بلال، اقف شاهد اللي بيحصل هنا وسجل عشان تقدر تعاقب اللعيبه. دي من ضمن الحاجات اللي حصلت النهارده في المباراه يا كابتن، حاجات كتيره جدا جدا. احنا مش عايزين نضيع فرحه الاهلي، ولكن النهارده لعيب الاهلي وربنا كريم جدا، ربنا النهارده كريم جدا الحمد جدا لله ان النادي الاهلي النهارده خد البطوله 11 رغم انف التحكيم اللي حصل النهارده. التحكيم النهارده كابتن لابد يكون في وقفه للتحكيم في افريقيا. مبروك 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 للنادي الاهلي، مبروك للاستوديو التحليلي وقناه النادي الاهلي، مبروك لكل الجماهير، ومبروك للكره المصريه. شكرا كابتن ناصر، وبنشكرك شكرا جزيلا، وكالعاده امتعتنا، والف مبروك للنادي الاهلي، ودايما كده بالتوفيق يا رب ان شاء الله. وشك حلو يا كابتن علي. الله يخليك كابتن، وشك الحلو يا كابتن، ربنا يكرمك.